عرفنا نداس، نداس في إيمان في طرابلس، ونداس عندنا هنا في مصراتة، بناتنا ما نعرفوش عليهم وين، لا نعرفون حيات ولا ميتات، بنات طلعن بيعبن بأسرتهن النساء خدوهم الرجال الله أعلم وين راحوا مشوا. بقصر حمد بالله عليك شروط احنا نطالبوا كان فيه نخوة ليبية عربية مسلمة توحد بالله ورسوله فتنقذنا من هذا الطاغية رجاء يعني. احنا ما نطلبوش في ناس من برا، احنا نطلبوا في اخواننا الليبيين اللي كانوا وانا تقول لي يا ورفلي يقول لك نعم بسم الله، تقول لي اهترهوني يقول لك اني جيت، تقول لي يا مسلاتي يقول لك وصلتك، كلهم مجاهدين، كلهم مجاهدين من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب. فهذه ليبيا كانت ليبيا حية ورأسها مصراتة، وإحنا نبوه توا ليبيا رأس الحية، ليبيا هي اللي رأس الحية. إحنا نبو نسانا، إحنا نسانا نبو نعرفهم وين، إحنا شرفنا، إحنا نساء ونبو نموت دون الشرف إن كان كمل الرجال قعدات النساء. الله أكبر. احنا يتعلم مصراتة توا ما فيش عيلة الا فيها مصاب يا مفقود يا شهيد يا حتى الناس الاطفال خلاص نفسيتنا تعبت تعبت خلاص. بالليل نضرب الساعة 4 الساعة 3 نضرب الجرف في الطريق شنو هذا كيف نديروا له هذا؟ هدبوا لي الحل اللي في اسرع وقت، ابعثوا لي حاجة شيء هو فروخة ما عادش نبوه ما عادش نبوه من ليبيا كله ما عادش نبوه احنا. دبرنا باسرع وقت يجيبوا له زي سهل عاشور. هو مش يقول هو مسلم، هو مسلم ولا هو يقول انه هو مسلم وهو مع الانسانيه، هو يتق الله فينا ويطلع، احنا ما نبوش حاجه الا انه هو يطلع بس يطلع بس. قال في خطاب اذا كان شعبي ما يحبنيش لن نستحق الحياه، ما نحبوش ما نحبوش ما نحبوش ما نحبوش نهائيا قلوش ليش هو ما يحبش؟ احنا لما يبدوا فينا ضرب من الساعة 12 مرات يقعد يومين هما يضربوا فينا، والله يومين هما يضربوا فينا، لما يبدي الضرب ولا طائر نلقاها في سماء مصراتة، ضرب عشوائي يضربوا فينا والله بالصواريخ بالهاون بالدبابات، ومع هذا اخوتنا الليبيين ولا طيارة نلقوا فيها من تحت.